لقد لعبتم بما فيه الكفاية، الآن قوموا بحزم الحقائب. داشا 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 داشا، يا إلهي داشا، أين أنت؟ أين أنت داشا؟ سوشا، أنا آسفة، لكني لا أريد الذهاب إلى المخيم على الإطلاق. قررت أن أذهب إلى جدتي بدلاً من ذلك. الخالة لن تجدني هناك. داشا، لماذا؟ كيف يمكنك أن تفعليها؟ سوشا، لن تصدقي ماذا حدث للتو. سيكون اليوم بالتأكيد يوماً رائعاً. أنا سعيدة جداً. أنا محظوظة اليوم. أوليانا، هذا رائع حقاً، لكني ليس لدي وقت لهذا. لقد غادرت داشا، والخالة لا تزال في غرفتي. أحاول أن أخبرك أن اليوم هو... اهدئي. مرحبا أليونا، تعالي بسرعة، أنا بحاجة إلى المساعدة، وإلا فإنها سترسلني إلى المخيم من أجل السيدات الحقيقيات. حسنا، سأنتظر. شكرا جزيلا، أتمنى أن تساعديني. أتمنى ذلك حقا. سوشا، هل تسمعين حتى؟ ما هذا؟ أعطت الجدة هذا لنا، هذا تمثال باهظ الثمن، أمي تقول لا تلمسوه، قومي بإعادته. حسناً، رائع. أوليانا، ماذا تفعلين؟ لحظة واحدة، انتظري. انتظر ماذا؟ ستقتلني أمي. هنا، قلت لك أنني محظوظة. رائع. لا أعرف ما كان ذلك، لكن لا تفعلي ذلك مرة أخرى. أنا جائعة، هل لديك شيء للأكل؟ أوه لا، أخبرتنا العمة أن نتبع نظاماً غذائياً صحياً. ليس لدينا شيء، يوجد فقط بروكلي. دعيني أرى. أخبرتك، هنا انظري. أنا حقاً أريد أن أكل، سأحب بعض الوجبات السعيدة. لماذا لا نفكر كيف نتخلص من العمة؟ ماذا؟ لا، إسلام. أخبرتك أنني محظوظة. ها انظري. منذ ماذا بدأ هذا؟ سوشا، كنت أتصل بك وأراسلك، كنت في انتظارك خلف البوابات، وكنت جالسة هنا تأكلين وتتحدثين. هذه وجبة جميلة. انتظري أليونا، أنا آسفة، ليس لدي نقود على هاتفي. أوه نعم، كان علي أن أتسلق السياج. نعم، منذ متى وأنت جالسة هنا؟ وماذا لو سوشا أعطتني الهاتف؟ لا يوجد به مال. ها أنت ذا، أتمنى أن أحصل على بعض المال على هاتفي. ها انظري، هناك مليون دولار ائتمان. يا إلهي، كيف حدث ذلك؟ كل هذا بسبب تعويذتها، هي تحمله و... نعم، وجدته في منزل عمتي، أريد شيئاً للشرب. أوه، هذا بالضبط ما أردت. أمي لديها أخت توأم،
لماذا تحيريني؟ أخبرتني أنك بحاجة للمساعدة. نعم، أقول لك الحقيقة. هنا، انظري. قومي بإثبات ذلك. أنا لا أفهم. حسناً، أستطيع أن أشربه من الزجاجة. يجلب لك حظاً كبيراً. أستطع أن أرى، انظري. لا أريد أن أشرب. تقولين ما تريدين وتحصلين عليه، مثل أريد الآيس كريم. يا إلهي، ماذا حدث؟ رائع، لقد فهمت. أريد أن أحضر حفلة مع كل المدونين. سوشا، إلى أين أنت ذاهبة؟ سوشا، 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 لن تصدقي أين كنت للتو. حسناً، أين؟ ستنصدمين، انظري، هل ترين هذا الغطاء؟ كان رائعاً جداً. انظري، كل المدونين الذين نحبهم كانوا هناك. انظري، ها أنا. انظري، انظري، من هنا أيضاً؟ نعم، وهذا أنت أيضاً؟ نعم، ها هي السيدة ديانا. نعم، وهذا فاليري. هذا حقاً يعمل. أعطيني إياه، إنه دوري. لا، لقد سوشا، من فضلك، لقد جربتيه مرتين. لا، بالفعل. سوشا، سوشا، في الواقع هذا يخصني، لقد وجدته. لا، أنا لقد لعبتم بما فيه الكفاية، الآن قوموا بحزم الحقائب بسرعة، لقد طلبت الحافلة. من هذا؟ هذه هي العمة التي أخبرتك عنها. كانت هناك فتاة مختلفة، ألم تكن هنا؟ حسناً، لا يهم. ها هي الحافلة، بسرعة. لا، أنا لا أريد أن أذهب، لأن هذا ما سيحدث في الحلقة القادمة على قناتنا. إذا استمتعتم بالحلقة لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة، واكتبوا الكثير من التعليقات. والآن أحب الجميع.